نرجع برضو تاني لألف مالتي فيت، وهل في موانع لاستخدامه من عينة ان انا مثلا ممكن يكون في شخص ما عنده مرض مزمن ما، اللي عنده سكر، اللي عنده ضغط، اللي عنده كذا، هل لازم لهم جرعة معينة مختلفة عن الجرعات التانية ولا ايه الحكاية؟ ألب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت الاثنين هو هي حاجة واحدة، يا اما ال بي يا اما اي ال بي. انا بختصر يعني بالنسبه ان اسهل ان اقول كده، لكن هو الاسم العلمي بتاعه اي ال بي، هو لا يتعرض اطلاقا مع اي دواء من اصحاب الامراض المزمنه. يعني بقول مريض السكر على طول الدكتور الطبيب المختص بيكتب له على فيتامين بي كومبلكس، لان مريض السكر بيبقى عنده شويه اعصابه ضعيفه، فبيدعم له جدا فيتامين بي كومبلكس. هو لا يتعرض مع اي دواء خالص. حلو. طيب مريض الكوليسترول والقلب والضغط طبعا برشح ألب مالتي فيت مع الادويه، لان انا عندي فيتامين اي كمان انتي اوكسيدنت بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره، فداعم جدا لان هو يقلل نسبه الكوليسترول. ألب مالتي فيت داعم جدا هو يظبط لي نسبه السكر في الدم مع الانسولين، لو بتاخد انسولين او بياخد انسولين او الادويه المعروفه بتاعت السكر. الحامل تقدر تستخدمه رائع ليها، لان الحامل عندها الفوليك اسيد، الفوليك اسيد مهم جدا بيدعم عدم تشوه الاجنه. وهو اللي بيدعم الخلايا العصبيه للجنين، فالب مالتي فيت رائع. الكالسيوم عندي 70 ملي جرام، ممكن بعد 3 شهور استخدام من الب مالتي فيت ممكن الدكتور او الطبيب المختص يقول لها زودي مع الب مالتي فيت كالسيوم من بره، يعني سبلمنت اخر زياده يعني. بس الزياده بتاعت الكالسيوم للحامل بس، محدش يزود كالسيوم، يعني محدش ياخد الب مالتي فيت ويرجع ياخد كالسيوم تاني. لا، الحامل بس اللي بتاخد كالسيوم زياده. حلو. طيب نرجع برضو لاسئله الناس اللي بعتوها لنا، واحنا قلنا خلاص السؤال بتاع مهاب المتعلق بمساله نقص الفيتامينز والارق، فاحنا جاوبنا على السؤال ده. في سؤال تاني من منى السيد، تقول صباح الخير، كنت عايز اسال دكتوره دينا، هل الب مالتي فيت ممكن يساعد في تقليل مشاكل البشره زي الحبوب واثرها والهالات السوداء؟ طبعا مهم قوي للبشره فيتامين سي جدا. حتى بتلاقي شركات تجميل عالميه عندها سيرمز بفيتامين سي، فيتامين سي مهم جدا للبشره، لانه بيعمل على عدم اكسده البشره، بيعمل على ترطيب البشره، وبيعمل على كمان تخفيف البقع الداكنه. فالب مالتي فيت مهم قوي، كمان بيقوي لي الشعيرات الدمويه في البشره. بتلاقي يمكن بنات عندها شعيرات دمويه باينه رابتشر، اللي هي رفيعه قوي ضعيفه، فيتامين سي بيقوي لي الشعيرات الدمويه. عندي فيتامين اي مهم جدا جدا ليها جدا. ومن اهم الفيتامينات اللي بتعمل ترطيب وتعمل على عدم تشققات، بتلاقي ساعات بنات عندها تشققات هنا بيبقى نتيجه نقص فيتامين بي 12. وفيتامين بي 12 مهم جدا لتدعيم كرات الدم الحمراء، فمع الب مالتي فيت هتلاقي وشها حتى مورد، الدوره الدمويه باينه في وشها، وشها لونه بينك، مش محتاجه الميك اب الكتير. فالب مالتي فيت هيبقى داعم جدا لبشرتها ولشعرها. طب احنا مفيش حاجه تخلي وشوشنا احنا كمان بينك، ولا احنا ملناش نفس، ولا لا الب مالتي فيت بيحلي الراجل طبعا كشكل. يعني بتلاقي ما دام انا عندي نشاط، اي راجل عنده نشاط، مود كويس، الدوره الدمويه شغاله كويس، بيبقى شكل مظهره العام بيبقى حلو.